عايز اعرف برضو رؤيتك للمباراه عامه، وهسالك سؤال كنت هساله للكابتن عادل هساله لك. هو الكابتن عادل بيقول الظروف متشابهه جدا، لكن ايه رايك ان النادي الاهلي كمان حسم البطوله من بدري شويه، وان الوداد لغايه اول امبارح كان عنده ضغوطات كبيره جدا خلال الاسابيع اللي فاتت، وكان بيلعب لغايه اخر دقيقه في المباراه، هل ده ممكن ياخد من شويه من مجهوده او شويه من الباور بتاعه؟ وعلى الجانب النفسي كمان ان هو خسران دوري في اخر اسبوع على الشكل المعنوي ياثر، ورؤيتك بشكل عام للمباراه؟ طبعا تاكيدا يعني الكلام حضرتك طبعا وكلام كابتن عادل ان الظروف متشابهه بشكل كبير جدا ما بين الاهلي والوداد، حتى في الاصابات. يعني هم داخلين المباراه من غير قلب دفاع، ما فيش قلب دفاع رئيسي في الفرقه. احنا برضو عندنا مثلا ايمن اشرف بيلعب في المساك في الفتره الاخيره، كذلك ياسر ابراهيم ما عندناش حد تاني بيلعب في مركز المساك. هم عندهم برضو الغيابات اكتر في حته الاصابات، ولكن النادي الاهلي حظوظه اقوى شويه بسبب الاسباب الاتيه. نمره واحد، هم عندهم اصابات كتير في خط الدفاع، احنا عندنا على الاقل اثنين نقدر نشتغل بيها يعني او نلعبه. النقطه الثانيه نقطه الدوري، لما تخسر دوري اكيد العامل النفسي بيبقى عندك الدوافع اقل شويه، عكس النادي الاهلي اللي حاسم البطوله من بدري، مريح اللعيبه، بيجرب اكتر من طريقه، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثالثه برضو حظوظ النادي الاهلي اعتقد ان هي اعلى عشان المدرب. الوداد غيروا خمس مدربين في موسم واحد، يعني بداوا بالسربي زوران مانولوفيتش، بعد كده عبد الاله صابر، بعد كده ديساب، بعد كده جريدو، بعد كده جاموندي. اعتقد تغيير المدربين الكتير ده كان سبب في خساره الوداد اللقب يعني في الدوري. جاموندي كان بيدير من المدرجات مش في الملعب، ودي برضو حاجه يعني على عكسنا هنا مثلا في استقرار اكتر، ان جاموندي في لائحه بتقول في الدوري المغربي اللي هي هيتم تطبيقها في مصر ان هو ما يدربش اكتر من ناديين. فهو طبعا كان بيدرب فريق في المغرب، حسنيه اغادير المغربي، وبالتالي هو كان بيدير من المدرجات، والمساعد السنغالي موسى ده وهو اللي بيدير. عكس هنا النادي الاهلي اختيار نموذجي، اختيار موسيماني، ده اختيار نموذجي، مدرب افريقي بنكهه برازيليه بيلعب تيكي تاكا، بيخلي النادي الاهلي بصراحه يمكن الماتش كمان اللي قبل الاخير برازيليه عشان قضى فترات طويله طبعا مساعد المدرب بجنوب افريقيا في 2010 بالظبط. تمام، فهو مدرب بصراحه، لا انت كمان اداره النادي الاهلي او لجنه الكوره او لجنه التخطيط لما جت اختارت، انت ممكن تكون تجيب مدرب بنكهه دفاعيه، يعني مثلا مدرب دفاعي طريقته دفاعيه ما يمشيش مع النادي الاهلي السياسه دي. السياسه دي لا، انت عايز مدرب هجومي بيلعب كره هجوميه بيلعب على الاستحواذ. يعني مثلا الاحصائيه اللي نزلت على موقع الكاف، اكتر فريقين مستحوذين على الكوره في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي ونادي سان داونز. اذا الاختيار نفس اسلوب اللعب، اسلوب الاستحواذ بتاع النادي الاهلي والسيطره والشراسه الهجوميه اللي هيضيفها لك موسيماني. الحاجه الثانيه ان انت جايب مدرب اصلا لسه ملاعب الوداد، كان معاهم في دور المجموعات، مدرب خبره في افريقيا كبيره جدا، قابلهم 10 مرات، وهو كمان كان معاهم في دور المجموعات وهو اللي كان متصدر المجموعه مظبوط. فده انت جايب مدرب خلاص ده حافظ افريقيا ومش محتاج وقت بقى ان هو حافظ لعيبه الوداد ولسه عارف الجيل الحالي من الوداد. مش عكس لو كنت جبت مدرب اوروبي كان هيقول لك انا مش مسؤول عن النتائج اللي هتحصل، انا ماليش ما عنده حق. لكن انت مثلا لما طبعا المدرب الافريقي اللي انت جايبه برده نوعا ما مش هيبقى مسؤول، ولكن هو حافظ الفرقه، حافظ لعيبه الاهلي في نفس الوقت، عارف المنافسين هنا في مصر، لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الزمالك، وعارف الكره المصريه وعارف الكره الافريقيه. فدي برده من الحاجات اللي تحسب. النقطه الرابعه اللي ممكن تدي تفوق للنادي الاهلي، سر قوه الوداد في اخر سنين هي جماهيره. لما الجماهير في ازمه كورونا مش موجوده، اعتقد ان النادي الاهلي هناك في مباراه محمد الخامس اعتقد ان هي هتبقى يعني النادي الاهلي في صالحه، ممكن ان انت تجيب هدف. وانا شايف ان المباريات دي بتلعب على التفاصيل الصغيره، لازم تخطف تجيب جون هناك، حتى يعني نتيجه مثلا 2-1 للوداد افضل من 0-0، افضل من 0-0 لازم مزبوط. تجيب جون هناك عشان تخلص بدري، لازم تجيب جون هناك. في ظل الحاله الدفاعيه الموجوده للوداد المغربي لازم تجيب جون هناك، اللي هي نقطه